لكل الصحب آمينا. سلام الله والبشرى لكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية بنرجع يا جماعة لقصة فاروق الأمة الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولقائنا لليلة هو اللقاء السادس في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحقيقة الليلة دي عايزين نتناول يعني المواقف العظيمة الجميلة التي سطرها عمر بن الخطاب على جبين التاريخ بسطور من النور. مواقف جميلة جدا وكثيرة جدا، لكن هنحاول بإيجاز شديد جدا أن احنا نتناول بعض المواقف دي في هذه الليلة، بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. أول موقف يا جماعة، سيدنا عمر بعد ما اشتد إيذاء المشركين بأصحاب النبي عليه السلام، النبي أذن للصحابة أنهم يهاجروا. فلما أراد أن يهاجر عمر، طبعا سيدنا عمر كل الصحابة كانوا بيهاجروا وهم مستخبين، يعني محدش بيوضح نفسه عشان محدش يأذي من المشركين إلا سيدنا عمر. لما هاجر معلنا هجرته امام هؤلاء المشركين، راح عند الكعبه وطاف سبعا متمكنا حول البيت، ثم نادى على هؤلاء الكفار الذين كانوا يجلسون بجوار الكعبه وقال لهم: من اراد ان تفكله امه وان ييتم ولده وان ترمل زوجه فليلقني خلف هذا الوادي. وانا واحد قام حدش يقدر يقوم، ما هو وضح لهم يعني كل حاجه هتروح منك طالما رايح تقابل فسبحان الملك. فمر عمر بن الخطاب ولم يستطع واحد ان يقوم. واحد ممكن يقارن، والسؤال ده ورد، قد يقارن احد واحد بين هجره النبي صلى الله عليه وسلم وبين هجره سيدنا عمر بن الخطاب، صح ولا لا؟ يقول لك ده النبي لما هاجر هاجر مستخفيا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر لما يهاجر يهاجر وهو يعني، هل سيدنا عمر اشجع من النبي؟ لا طبعا يا جماعه، حاشا لله. لكن فعل عمر خاص بعمر، وفعل النبي تشريع للامه، والنبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. هتبقى لك المساله عامله ازاي؟ النبي احنا امرنا ان نتاسى وان نقتدي بالنبي، صح ولا لا؟ طالما هنقتدي بالنبي يبقى النبي بينقلنا الحاجه اليسيره ما لم يكن اثما، فان كان اثما فكان النبي ابعد الناس عن الاثم صلى الله عليه وسلم. دي نقطه. النقطه الثانيه ان سيدنا عمر في الموقف ده اخذ بالعزيمه، لكن خد بالك بقى لما هيبقى امير المؤمنين هياخد بالرخصه رحمه بالامه. شوف فقه بقى سيدنا عمر. فعلا، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما شرب اللبن واعطى القدح لعمر في المنام قال لك هو العلم، كان عنده علم عالي جدا رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف قصه ثانيه جميله جدا، بس بعد ما نصلي برضه على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر وهو مهاجر كان متفق مع اثنين ان هم يهاجروا معه ويقابلوه في مكان معين ويروحوا مع بعض على المدينه. كان واحد الاولاني اسمه عياش ابن ابي ربيعه، والثاني اسمه هشام ابن العاص. قال لهم هنتقابل في مكان معين، ولو واحد فينا اتاخر في الوقت ده يبقى نعتبر ان هو قد احتبس مش قادر يطلع، فهنروح الباقيين يروحوا يكملوا رحلتهم الى المدينه. وبالفعل راح سيدنا عمر والتقى مع عياش بن ابي ربيعه، واحتبس هشام ابن العاص. هشام ابن العاص فتنوه بعد ذلك فافتتن، خد بالك. لكن اللي حصل بقى مع عياش بن ابي ربيعه انه هم في السكه وهو ماشي مع سيدنا عمر، مين اللي حصله؟ ابو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام، الاثنين كانوا ولاد عمه واخوهم لامهم. هتبقى لك يعني في قرابه ما بينهم وما بين عياش بن ابي ربيعه. فقالوا له: دي امك اقسمت وحلفت الا تمتشط او الا تمشط شعرها حتى تاتي، والا تستظل حتى تاتي، فخاف عليه وكان بيحبها جدا. فسيدنا عمر قال له: يا عياش، ان امك لو حتى اذتها الهوام فانها تستطيع ان تمتشط، ولو اذاها الشمس لاستظلت، فسيبها يعني. فهو حب يرجع. فلما عايز يرجع قال له: اصلا ليا مال. ده عياش اللي بيقول له: أصلا ليا فلوس في مكة عايز أجيبها. قال له: ما يهمكش، أنا عندي مال كتير جدا، خد نصف مالي بس تعال عشان دينك. شوف سبحان الله، شوف حرص سيدنا عمر على إن عياش لا يفتتن في دينه. فبرضه كان مصر عياش إن هو يروح يرجع تاني مكة. فسيدنا عمر خاف عليه، قال له: خلاص طالما أنت مصر خد الناقة بتاعتي فإنها زلول سريعة جدا، على أساس لو رابك شيء من أبي جهل أو الحارث بن هشام تقدر تهرب منهم. وبالفعل خد الناقه بتاعت سيدنا عمر. شوف تضحيه سيدنا عمر عشان خايف على صاحبه وحبيبه قد ايه يا جماعه. فالمهم فخد الناقه بتاعت سيدنا عمر وطلع مع ابي جهل ومع الحارث بن هشام. وهم ماشيين في السكه ابو جهل عمل حيله كده غريبه، قال له: يعني لقد استبطأ بعيري، البعير بتاعي بيمشي بالراحه، تأذن لي ان انا اركب معاك يا عياش؟ قال له: اذن لك. فالاثنين اناخوا البعير ونزلوا. اول ما نزلوا على الارض راح واخده ابو جهل والحارث بن هشام، راح مكتفين ورجعوه مكه، ففتنوه فافتتن هو الاخر. بعد كده الناس بقت تتكلم تقول والله لا يقبل الله صرفا ولا عبدا، لا فريضه ولا نافله، ممن كان على دين الله فافتتن.
فنزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا عمر راح كاتب الآية دي على رقعة من الورق وأرسلها إلى عياش بن أبي ربيعة وأرسلها إلى هشام بن العاص، فلما قرأوا تلك الورقة عادوا مرة أخرى ويعني ركبوا البعير وعادوا إلى النبي في المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وسلم. خدت بالك؟ ده درس جميل جدا يا جماعة. انت اكيد ليك اصحاب كتير جدا قبل ما ربنا يكرمك بنعمة الالتزام وما التزموش او التزموا وانتكسوا، واخد بالك؟ يا ترى وقفت جنبهم ولا سبتهم ولا قلت خلاص طالما انا بنفسي الحمد لله التزمت يبقى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يا جماعة لازم يكون في وفاء، لازم زي ما بتحب الخير لنفسك حبه لغيرك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ربنا اكرمك والتزمت، خد بايد اخوانك، بس ممكن ما يكونش في الاول. يعني ممكن انا اكون مع شلة سوء والتزمت وهم هيضيعوني فابعد عنهم شويه حتى لما ربنا يكرمني والايمان ايه يرسخ في قلبي ويبقى عندي علم اقدر اكلمهم اروح لهم تاني، انما من الاول واروح لهم ويفتنوني لا. خدت بالك؟ يبقى في حكمه في المساله دي، وفي نفس الوقت يبقى في الوفاء يا جماعه. ولذلك احنا قلنا في اكتر من درس قبل كده يا جماعه، يا ريت لو كل مسلم من اللي قاعدين قدامنا واللي شايفيننا دلوقتي، لو كل مسلم نشن على واحد ويقول ده قضيتي، ان شاء الله اعمل كل الوسائل الجميله بالاسلوب الجميل بالبسمه الحانيه والرحمه، وزي ما بنقول دايما نرفع شعار البسمه والرحمه والمعامله الحلوه والهديه والاسلوب الجميل، بحيث ان انت ربنا يجعلك سبب في هدايته. والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى انت تنشن على واحد تقول هو ده قضيتي، والاخت تنشن على اخت برضه زي ما تقول هي دي قضيتي، بس واحد ما يتحولش يعني واحد ينشن على واحد يعني، واخد بالك؟ لا يعني تنشن على واحد وتقول هو ده قضيتي، انا هنشغل في حياتي كلها بايه؟ بدعوه هذا الانسان، ولو ربنا هداه هيبقى في ميزان حسناتك. خدت بالك؟ ما يجيش واحد بقى يقول لك اه والله ده انت فكرتني بالوفاء، ده انا اعرف بقى واحده صديقه كانت من ايام ثانوي، واخد بالك؟ اروح ادعوها بقى، لا يا سيدي في الحياه دي مش عايزين الوفاء، واخد بالك؟ دي نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه ان سبحان الله يعني ناس كتير جدا والله العظيم واقفه على كلمه، كلمه بسيطه ربنا يجعلها سبب فضل الله في هدايه هؤلاء جميعا. والمشكله يا جماعه النهارده ان وصلت لمرحله في مشكله كبيره النهاردة ابتدت تتفشى بين الشباب، شاب وبنت في جامعة والاتنين بقى في علاقة محرمة بينهم، ما بينهم علاقة حب، فربنا أكرمهم بعد كده والتزموا، فيعتقد إن هو طالما التزم وهي التزمت يبقى ما فيش مانع برضو نقعد نكلم بعض ونبعت مسجات لبعض وكلام ده كله، طالما كلام يعني بنذكر بعض بالله يبعت لها مسج ما تنسيش قيام الليل يا وزة، واخد بقى؟ يعني والله العظيم الواحد بيشوف حاجات والله يا جماعه يعني نسال الله العفو والعافيه. لا يا جماعه ده الكلام ده محرم، ده حتى لو كان خطيبها فالخطبه وعد بالزواج وليست زواجا، واخد بالك؟ انما تدعو رجل زيك والاخت تدعو اخت زيها، وهذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى. المهم نكمل الموضوع بتاعنا. برضو من ضمن المواقف الجميله جدا يا جماعه سبحان الله في غزوه بدر، بقى في غزوه بدر كان في موقف جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا ان هو جه، طبعا كان عدد الانصار كبير جدا في غزوه بدر، وكان اعباء الجهاد كله كانت تتبع الانصار وعدد المهاجرين بسيط، والنبي خد بيعه تلاقب على الانصار ان هم يبيعوه وينصروه فين؟ جوه المدينه مش بره المدينه. فغزوه بدر بره المدينه، يعمل ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اشيروا علي ايها الناس. مين يا جماعه اول ثلاثه قاموا وازاروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر وعمر والمقداد. فشوف سيدنا عمر موقفه كان عامل ازاي، تكلم ابو بكر فاحسن، تكلم عمر فاحسن، تكلم المقداد فاحسن، والثلاثة من المهاجرين. فكان أول من سابقه لمؤايدة النبي ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ أبو بكر وعمر والمقداد رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله، وفي غزوة بدر سيدنا عمر يدي للأمة كلها درس في الولاء والبراء. يقتل مين؟ يقتل خاله العاص بن هشام، الأقربون أولى بالمعروف، واخد بالك؟ يعني فقال لك يعني ما تجيش من غريب تجي مننا، فراح قاتل خاله اللي هو إيه؟ اللي هو العاص ابن هشام. وقع في الأسر في غزوة بدر مين يا جماعة؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع العباس عم النبي سيدنا عمر راح قال له كلمه، احنا يمكن في الدرس اللي فات اتكلمنا على الموضوع ده، راح قال له يا عباس اسلم، فوالله ان رسول الله يفرح باسلامك اكثر من فرحه باسلام ابي الخطاب لو كان اسلم. طبعا ابو سيدنا عمر ما اسلمش، واخد بالك؟ وانا افرح باسلامك اكثر من فرح ابي لو كان اسلم، لاني افرح بما يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العباس قيل ان هو اسلم قبل كده وقيل انه اسلم بعد كده، يعني الله اعلم باختلاف الروايات. المهم من ضمن برضو الذين كانوا مقصرين في غزوه بدر يا جماعه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده انت تعرف مين؟ اللي هيروح بعد كده يعمل بنود بيعه بنود صلح الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوه بدر كان مقصور، وكان سهيل بن عمرو كان خطيب، وكان يعني ايه يعني يقول كلاما لازعا عن النبي واصحابه. سيدنا عمر اول ما لقى في الاسئله بس دعني يا رسول الله
أكسر أسنان هذا الرجل حتى لا يقوم علينا خطيبا بعد اليوم. سيبني بقى كسر سنانه عشان بعد كده ما عرفش يتكلم ولا يقول خطب فينا ولا يقول كلمة وحشة عننا. فالنبي قال له إيه؟ قال له دعه يا عمر، فلعلك ترى منه موقفا بعد ذلك تحمده عليه. وده حصل بالفعل يا جماعة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من قبائل العرب، وبعض الناس من أهل مكة كان هيرتد، خد بالك إيه اللي حصل في الوقت ده. قام سهيل بن عمرو قال إيه يا جماعة، شوف بقى نفس الكلمة اللي قالها أبو بكر. أبو بكر قال إيه يا جماعة لما مات النبي عليه السلام، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نفس الكلمة قالها سهيل بن عمرو فين؟ في مكة. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نفس الكلمة قالها، فكان سببا في تثبيت أهل مكة بفضل الله عز وجل. فافتكر سيدنا عمر الكلمة اللي قالها النبي عليه السلام لما قال له لعله يقول مقالة تحمده عليه بعد ذلك. الدرس الحلو في الحتة دي يا جماعة، إن شفت الواحد عنده حمية لدينه قد إيه؟ لما يحس الناس حواليه هتنتكس، لا ده أنا روحي فدا هذا الدين، أقدم روحي فداء لدين الله عز وجل، أقوم وثبت الناس ويعني أخذ بالأسباب، أقول كلمة لعلها تكون عسى أن تكون إيه سبب في تثبيت هؤلاء الناس. هذه الحمية الجميلة اللي مطلوبة في الإسلام. الحاجة الثانية زي ما قلت لك، ممكن تلاقي صاحب ليك بينتكس، الحقه الحقه إن شاء الله يبقى في ميزان حسناتك بفضل الله عز وجل. تمر الأيام وتيجي غزوة أحد. في غزوة أحد لما طبعا عصر رماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا المشركين يعني قدروا يقتلوا 70 من خيرة أصحاب النبي، وحبوا بعد كده يقتلوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهت الغزوة بهزيمة المسلمين، وقف أبو سفيان ينادي بأعلى صوت، أفيكم محمد؟ خد بالك يوم النبي يقول إيه؟ لا تجيبوه، هم كانوا مستخبين وراء ايه وراء تل كده، لا تجيبوه، ما حدش يرد عليه. افيكم ابن ابي قحافه اللي هو ابو بكر؟ قال لا تجيبوه. افيكم عمر بن الخطاب؟ فقال لا تجيبوه. ده النبي بيقولهم كل مره ما حدش يرد عليهم. فقال ابو سفيان انهم قتلوا. سيدنا عمر ما قدرش يمسك نفسه، قال لا يا عدو الله، بل ابقاهم الله عز وجل ليخزيك. ده هم موجودين الحمد لله كلهم احياء، خد بالك. فابو سفيان حب يكدهم فقال ايه، اعلو هبل. هبل ده الاله اللي كان بيعبدوا الصنم بتاعهم، فاهم ازاي؟ يعني معناها ايه؟ معناها خلاص بقى طالما احنا اللي انتصرنا يبقى هبل علي عليكم وعلى الاله بتاعكم. قال اعلو هبل. النبي قال لهم ايه؟ قال الا تجيبوا. طب المره الاولى ليه لا تجيبوا، المره دي ايه الا تجيبوا؟ ليه يا جماعه؟ لان لو كان المساله تخصك انت اتنازل عن، ما فيش مشكله، حد سبني، حد شتمني، حد قال لي كلمه وحشه، حد بص لي كده بص مش مشكله. انما لما حد يقول كلمه عن دين الله لا ما اسكتش، لما حد يتكلم عن رسول الله ما اسكتش، لما حد يقول كلمه عن الله ما اسكتش. واضح يا جماعه؟ فقال الا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقال لهم ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي الا تجيبوا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فابو سفيان قال لهم ايه؟ يوم بيوم بدر والحرب سجال، غلبتنا في يوم بدر غلبناكم في يوم أحد. فقال له عمر رضي الله عنه ورضاه، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يعني بيقول له انت فرحان بتقول يوم بيوم، لا ده السبعين بتوع كل ماتوا في بدر كلهم في النار، والسبعين بتوعنا اللي كتروا في أحد كلهم في الجنة بفضل سبحانه وتعالى، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يعني سبحان الله، من ضمن المواقف برضو الجميلة في غزوة بني المصطلق حصل موقف غريب جدا، ان كان حصل يعني خلاف بين رجلين، رجل من المهاجرين ورجل من الانصار. كسع رجل يعني ضربه برجلي، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار. فقال الانصاري يا للانصار، بينادي على مين؟ على الانصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين، يعني ده بينادي القوم بتوعه وده بينادي القوم بتوعه. فالنبي زعل قال دعوها فانها منتنة، ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم؟ هتقعد تقول لي يا فلان ويا فلان وقابلت وقابلتك الكلام ده كله، دعوها فانها منتنه. مين اللي وصل الكلام ده يا جماعه؟ راس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول. قال بس خلاص، والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ويقصد بنفسه الاعز ويقصد برسول الله انه الاذل صلى الله عليه واله وسلم. يوصل الكلام لسيدنا عمر، سيدنا عمر يقول له ايه؟ يا رسول الله دعني لاضرب عنق هذا المنافق. سيدنا عمر ما بيتحملش الكلام ده ابدا يا جماعه، ما يستحملش يشوف حد بيقول كلمه عن النبي. يعني احنا كنا محتاجين واحد زي سيدنا عمر في عهدنا ده، سبحان الله. فقال دعني فلاضرب عنق هذا المنافق. النبي يرد عليه يقول له ايه؟ قال لا يا عمر، فاني اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. عايزك تحط تحت كلمه اصحابه ألف خط،
هو النبي لو قتل عبد الله بن ابي سلول هم الناس بيعتبروا الناس اللي بره بيعتبروا ده واحد من مين من الصحابه مع انه منافق بس اهو مندس وسط الصحابه واخد بالك. فاللي هيتقال ايه يا جماعه هو اللي اتقتل كم واحد لو قتله هيبقى اتقتل واحد لكن قال لك الاشاعه ما بتسكتش عند حد معين واخد بالك الدرس الجميل ده. عقبال ما عبد الله بن ابي سلول يتقتل الخبر يوصل من المدينه لحد مثلا الطائف يا نهار ابيض انت رايح فين ده انا رايح اسلم اوعى إيه تروح تسلم ده محمد قتل امبارح 500 واحد من اصحابه واخد بالك. عقبال ما الخبر يوصل لليمن يبقى محمد يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ايه خلص على كل الصحابه واضح. عشان كده النبي قال له لا اني اخشى ان يتحدث الناس وان محمدا يقتله مش صاحبه لا اصحابه لان الاشاعه ما بتسكتش عند حد معين. تلاقي واحد بيقول لفلان انت ما عرفتش مش فلان عمل كذا يا خبر ابيض عمل كذا يروح للتاني يقول له انت ما عرفتش ده فلان عمل كذا وكذا واخد بالك وتفضل توسع نسال الله عز وجل العفو والعافيه. فكان موقف جميل جدا من سيدنا عمر ان هو على طول في حميه جاهزه ما شاء الله. في صلح الحديبيه بقى كان من اعظم مواقف سيدنا عمر كان موقف يعني فعلا ما توصفش سبحان الله. في الحديبيه النبي رايح هو والصحابه وبعدين فجاه لقى المشركين بيمنعوهم من دخول مكه يعمل ايه؟ قال لي سيدنا عمر قال له روح مكه وكلم ابو سفيان وقول له احنا ما جيناش ايه لحرب ولا اي حاجه احنا جايين عايزين ايه نطوف في البيت. فسيدنا عمر قال له يا رسول الله اني اخشى على نفسي من قريش. ليه؟ لان بني عدي اللي هم القوم بتوعي مش موجودين وانا لو دخلت هم عارفين عدائي ليهم وايذائي لهم فلو دخلت هيقتلوني خلي واحد يخش يكون يعني له مكان عندهم وقريبه موجودين هو مين سيدنا عثمان. فالنبي عليه ارسل سيدنا عثمان وارسله لابي سفيان قال له قول له احنا ما جئنا لحرب وانما جئنا ايه يعني جئنا زائرين لهذا البيت خد بالك. فحصل بعد كده ان اللي حصل بقى ان بدات البنود بتاعه صلح الحديبيه. طبعا الموضوع طويل بس انا بختصر يعني. فبدات ايه البنود بتاعه صلح الحديبيه كانت بنود شديده جدا وكان النبي بيوقع البنود دي مع مين؟ مع سهيل بن عمرو اللي هو قال بعد كده ان شاء الله يعني بعد كده لما قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فسهيل بن عمرو بدا يعمل البنود مع النبي عليه السلام. من ضمن البنود كان في بندين صعبين جدا. البند الاولاني لو جه واحد من المشركين عايز يسلم ويخش مع النبي عليه السلام لا لازم النبي يرجعه. ولو واحد من الصحابه حب يرتد المشركين لازم يقبلوه او ممكن يقبلوه واخد بالك. فده كان بند صعب. والبند الثاني ان الصحابه برده مش هيخشوا يعتمروا لازم يرجعوا ويبقوا السنه اللي جايه. ناس كتير زعلت بس اكتر اتنين كانوا زعلانين عمر بن الخطاب واسيد بن الحضير. عمر بن الخطاب مش مستحمل الموضوع. فاثناء بقى توقيع الصلح بتاع الحديبيه جه مين يا جماعه؟ ابن سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو بيعمل بنود الصلح مع مين؟ مع النبي عليه السلام. ابن سهيل اسمه ايه؟ ابو جندل. ابو جندل ابن سهيل بن عمرو كان ابوه عرف ان هو يعني عايز يسلم او حاجه كده او اسلم ما تعرفش. المهم فكان رابط في رجليه قيود مثلا يعني مثلا حاطط تقيله كده مثلا 20 كيلو 30 كيلو في رجليه بحيث ما يقدرش يمشي خالص. راح جاي بقى حوالي 4 5 كيلو من مكه يرصف حتى وصل الى بئر الحديبيه. وصل فوجد النبي واصحابه قال يا قوم يا اخواني لقد اسلمت مش عارف ايه. فلقى ابو ايه لقى سهيل بن عمرو اللي هو ابوه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك عليه ترده؟ قال له ان لم نقضي الكتابه بعد. النبي يقول له لا احنا لسه ما كتبناش. قال له بس والله لا اصالحك ابدا. طب النبي مش عايز برضه يعطل الهدنه ديت ان في برضه يعني مصلحه كبيره جدا من وراء هذه الهدنه جميله جدا فمش معقوله هنضيع الهدنه عشان واحد واخد بالك. والواحد ده ان شاء الله ربنا هيكرمه وبرضه هيرجع تاني. فقال له طب اجزه ليه؟ طب ادوني هديه اعتبره ده خارج الموضوع. قال له لا والله ما اجيزه لك. فخلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي جندل ارجع يا ابا جندل فان الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا ان شاء الله ربنا هيفرجها عليكم وهترجعوا مره ثانيه بس اصبر. فمشي ابو جندل. مين اللي شايف المنظر ده؟ عمر بن الخطاب. قال لك طب اعمل حركه كده. وسبحان الله كانت من اجمل مواقف سيدنا عمر. سيدنا عمر قال لك ايه؟ قال لك فرصه. ما هو ابو جندل لو قام وقتل سهيل بن عمرو اللي هو ابوه هتبقى جت من مين؟ من ابنه. احنا ما عملناش حاجه يا جماعه. اخدت بالك من الموضوع ازاي؟ طب اجيبها له ازاي؟ هل اجي قدام سهيل اقول له يا عم ما تقوم تقتل ابوك؟ يعني الراجل لازم تكرمه ضيف يعني. فمش هيعمل كده. فعمل ايه؟ راح ماشي واخد السيف ومطلعه بره وقال صبرا يا ابا جندل فانما دم احدهم دم كلب. فابو جندل مش واخد باله. شويتين عمر بن الخطاب قال يا ابا جندل والله ان احدنا ليقتل اباه في الله. يعني يعني ده ابويا ده لو كفر بدين الله سبحانه وتعالى ده نقتله كده قربة الى الله. فابو جندل ساكت. فقال يا ابا جندل يعني ما تاخد بالك بقى وتروق كده يعني واخد بالك. فابو جندل فطبعا حس بكلام سيدنا عمر فقال اعلم ما تريد يا عمر ولكني ما اريد ان افعل ذلك. فتركه ومشى. فسيدنا عمر بقى ايه طبعا زعلان راح راجع لمين؟ راح راجع للنبي عليه السلام. قال يا رسول الله الست نبي الله حقا؟ قال بلى.
قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ايه اللي بيخلينا نعمل التنازلات؟ هو شايف انها تنازلات، لكن خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء يا جماعه، يعني الكلام اللي بيعمله ده كله هو ده الصح، بس ممكن الصحابي مش شايف الرؤيه دي لان النبي شايف برؤيه تانية خالص يعني. فالمهم قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ النبي يرد عليه يقول له ايه؟ قال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصري. انا ما بعملش حاجه من دماغي يا عمر، انا كل ده بوحي من الله، فما اقدرش اعمل حاجه من نفسي. أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، أنا متأكد. يوم سيدنا عمر خد الكلام من النبي وراح لمين؟ لأبو بكر. فقال يا أبا بكر أليس نبي الله حقا؟ خد بالك من الكلام بقى. قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ شوف أبو بكر ليه؟ قال هو رسول الله. نفس الكلام يا جماعة، بس إيه مع اختلاف الضمير، واخد بالك؟ قال هو رسول الله وليس يعصي وهو ناصره، إلزم غرزه فإنه على الحق. يقول عمر والله أعلم أنه على الحق. يقول عمر بقى بعد الحته دي فما زلت اعمل اعمالا. خد بالك شوف قد ايه قعد يعمل اعمال كتيره صالحه، ايه؟ مخافه ان يحاسبني الله عز وجل على مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وده درس كبير جدا يا جماعه، درس كبير اني واتبع السيئه الحسنه تتمحوها. عمر بن الخطاب ما زال يعتق ويصوم ويتصدق ويفعل خيرات عشان ربنا بس يكفر له حته ان هو جادل النبي في يوم من الايام، واخد بالك؟ طب وانت لما بتعمل ذنب بتعمل ايه بعدين؟ يا ترى بتكتفي، يا ترى بتوب اصلا ولا لا؟ ولو توبت يا ترى بتعمل حسنه؟ ما هو اتبع السيئه الحسنه ايه؟ تمحوها تشيلها، واخد بالك؟ هي دي المساله. المساله الثانيه يا جماعه ودي مهمه قوي، النبي ايه اللي خلاه وافق على صلح الحديبيه او على هدنه الحديبيه؟ سبب يا جماعه، النبي كان محتاج ان الامه تمر بفتره يكون فيها هدوء، العقول تفكر فيها كده براحه عشان تقتنع بدين الله عز وجل وتخش. وده اللي حصل بالفعل يا جماعه. اكبر عدد مشركين دخلوا في الإسلام في حياة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بعد صلح الحديبية. تخيل أكبر عدد كان، لأن خلاص بقى ما فيش لحرب ولا في مشاكل ولا أي حاجة، وما كانش فيه بقى لا تعذيب ولا بتاع، فكان الناس بتخش إيه ما شاء الله مقتنعة، فدخل عدد كبير جدا في دين الله عز وجل. طب المخرج بقى اللي النبي وعد بيه أبا جندل، عايزين نرجع له. إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل باختصار شديد إن جه واحد برضو من كفار قريش أسلم، اسمه إيه؟ أبو بصير. أبو بصير ده بقى ليه حكاية بقى ما شاء الله جميلة. فأبو بصير أول ما جه فجاء يسلم، فقريش بعتت وراه اثنين قالوا يا محمد إنك لا تغدر فأوفي بالعهود. خلاص فرده، قال يا رسول الله أتردني؟ قال إن الله جعل لك ولمن معك أيه فرجا ومخرجا. أبو بصير ما شاء الله كان ذكي جدا، مشي مع الاثنين وهم ماشيين في السكة نازلين في حتة كده بيستريحوا عشان ياكلوا إيه كم تمرايه كده. فأبو بصير بيقول للراجل من الاثنين اللي جايين ياخدوه، قال له يعني السيف اللي في إيدك ده جميل جدا، إيه ده؟ انت جايبه منين؟ قال له لا ده سيف من اجود انواع السيوف ولقد شهدت به المشاهد وقتلت به كذا وكذا. قال له لا ما هو باين وريني كده. فخد السيف وراح مطير بيه رقبته. كانت حركه طبعا كانت ذكيه جدا جدا، الراجل الثاني مش واخد باله يعني، هو بيقول لك ده بيتفرج على السيف. خد السيف وراح مطير رقبته، والثاني راح ايه؟ راح جاري. جاري على مين يا جماعه؟ على حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لقى الراجل جاي يجري عليه، قال لقد راى هذا الرجل زعرا، اكيد في حد بيخضه. فدخل قال لقد قتل، قد قتل صاحبي، واخد بالك؟ وما اراني الا مقتول. فراى النبي ابا بصير ياتي خلفه ويقول قد والله اوفى الله ذمتك يا رسول الله، خلاص انت ردتني ليهم وانا عرفت اخلص منهم نفسي ايه منهم ايه يعني باسلوبي كده. فضحك النبي وقال ويل امي مسعر حرب لو كان معه رجال. ده اللي زي ده بس شويه رجاله معاه كان يخربها يعني. فسبحان الله. فذهب ابو بصير بعد ان رده النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الى مكان اسمه سيف البحر على شاطئ البحر، فضل قاعد. ايه اللي حصل بعدها يا جماعه؟ ابو جندل قدر يهرب وراح انضم لمين؟ لابو بصير. وكل واحد من كفار قريش يسلم بعد كده ينضم لمين؟ لابي جندل ابو بصير. كونوا حته عصابه زي الفل، واخد بالك؟ بقى اي قافله جايه من بتوع قريش معديه ياخدوها ويقتلوا اللي فيها وياخدوا البضاعه اللي معاهم. خلاص بقى احنا ما بناش دعوه بالموضوع خالص، احنا بعيد عن ايه؟ عن النبي عليه السلام. هو النبي في مكان واحنا في مكان وهو ردنا خلاص. فبداوا بقى يعملوا كده ويقطعوا كل التجارات اللي معديه. راحت قريش بعتت للنبي عليه السلام ننشدك الله والرحم، ما جاءك رجل الا قبلت، احنا مش عايزين حد منهم خالص، كل اللي يجي يسلم يعني تقبله ان شاء الله. وبالفعل فعلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبل كل من جاء اليه. نكمل ان شاء الله المشاهد مع سيدنا عمر بن الخطاب بس بعد الفاصل، فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا لجيل طاب منبثه.
كما في ظلها. من هو؟ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية يا جماعة بنرجع للمواقف الجميلة التي وقفها عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تمر الأيام والنبي عليه السلام جاهز الجيش بتاعه وبيستعد لفتح مكة. يوم واحد من الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة يكتب كتاب لقريش عشان يعرفهم إن النبي جاي لهم مكة عشان يفتح مكة عشان يستعدوا ويجهزوا نفسهم لمين؟ للنبي عليه السلام. فطبعا سيدنا حاطب ما كانش يقصد يعني ان هو يدور النبي عليه السلام، لكن كان يقصد ان يكون لي يد عند هؤلاء، وهتعرف دلوقتي ايه السبب. فالنبي عليه السلام وصلوا الخبر من خلال الوحي، فارسل علي والمقداد، كان طبعا حاطب بن ابي بلتعة كان بعت الورقه ديت مع امراه، فوصلوا اليها في مكان اسمه روضه خاخ. قبلوا هناك هتجيب الورقه، قالت لهم لا، قالوا لها هنفتشك، قالت مطلع الورقه، خلي الورقه، خدوا الورقه منها ورجعوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الخبر لمين يا جماعه؟ لعمر بن الخطاب. قال له يا رسول الله على طول جاهز سيدنا عمر. قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنق هذا المنافق. فسيدنا النبي عليه السلام رفض، وثم استدعى يعني حاطب بن أبي بلتعة فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن كل واحد من أصحابه من الصحابة كان لي قرايب في مكة يقدروا يحموه ويبقى لهم منع، أنا ماليش حد لأن أنا أصلا غريب عن مكة، فأردت أن يكون لي يد عند هؤلاء حتى يحموا قرابتي. فسيدنا عمر راح مكررها يا رسول الله دعني فلأضرب عنك هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فإنه قد شهد بدرا ولا تدري وما يدريك، فلعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا الله، شوف قد ايه الرحمة بتاعت النبي عليه السلام، وقد ايه حبه للصحابة رضي الله عنهم، وقد ايه يعني قبوله لأي عذر بيقال له صلى الله عليه وسلم. برضو من ضمن المواقف الجميلة لسيدنا عمر ان بعد غزوة حنين كان في غنائم كتيرة طبعا يا جماعة، فالنبي حب يوزع الغنائم، وهو بيوزع يجي له واحد الرجل ده بعد كده هيبقى رأس من رؤوس الخوارج، خد بالك. فقال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أو في رواية فإنها قسمة لم يرد بها وجه الله عز وجل. فالنبي قال له إيه؟ قال ويلك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ مين اللي هيعدل إذا كانش النبي عليه السلام هو اللي يعدل؟ يوم سيدنا عمر برضو إيه يعني الكلمة ما شاء الله سيف وواقف وجنب النبي على طول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله دعني فلأضرب عنك هذا المنافق. قال دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. بيقولوا شايف الرجل ده؟ الرجل ده هيخرج من تحت إيده ناس اللي هم الخوارج، الناس دولت لو واحد فيكم شافهم وهم بيصلوا هيحتقر صلاته. يعني سيدنا عثمان الذي ثبت في الأثر الصحيح أنه صلى بالقرآن كل في ركعة الوتر، لو شاف واحد زي كده يحتقر صلاته، تخيل، ولو شاف صيامهم يحتقر صيامه، تخيل. لكن رغم ذلك لأن هم بعدين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويغالون، ويعني عياذا بالله فيها مغالاة وغلو وتنطع، حاجة نسأل الله العفو والعافية، لما تقرأ في منهج الخوارج حاجة شيء فظيع يعني، واخد بالك. يعني قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف موقف تاني جميل يا جماعة. بعد موت النبي عليه السلام طبعا اجتمع الناس الأنصار يعني في سقيفة بني سعيدة عشان يعملوا ايه؟ لازم يعينوا خليفة للنبي عليه السلام قبل أن يدفن النبي. شوف المسألة عاملة ازاي، لازم الخليفة يتعين. فقال الأنصار منا أمير ومنهم أمير، فسيدنا عمر خد بعضه هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا أبو عبيدة، والثلاثة راحوا لمين؟ للأنصار في سقيفة بني سعيد. هم كانوا جهزوا نفسهم أنهم يخلوا مين الأمير؟ سعد بن عبادة. فلما وصلوا إلى هناك فأراد عمر أن يتكلم فأسكتها أبو بكر. عمر قال أنا والله ما أردت أن أتكلم، إنما أردت أن أجهز الكلام لأبي بكر حتى يتكلم بعد ذلك. قال فتكلم أبو بكر فكان أبلغ الناس، فقال أنتم، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه، أنتم الوزراء ونحن الأمراء، أنتم الوزراء ونحن إيه الأمراء. فقالوا بل منا أمير ومنكم أمير. فقال لهم أبو بكر بل نحن الأمراء فبايعوا عمر. شوف سيدنا أبو بكر ما كانش عايزها لنفسه، قال فبايعوا عمر.
فقال أو أبا عبيد، يا إما عمر يا إما أبو عبيد. فقال عمر بل نبايعك أنت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم فبايعه وبايعه الناس جميعا. شوف سيدنا عمر لما قطع الفتنة دي بالكلمة دي، مجرد أنه قام وقال لا نبايعك أنت، خلص الموضوع خلاص يعني. ولذلك في رواية تانية أنه قال الأنصار كلمة جميلة أوي، قال رضيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون إماما للمسلمين وقدما، أيرضى أحدكم أن يتقدم على أبي بكر؟ قالوا لا والله ما يرضى أحدنا أن يتقدم على أبي بكر أبدا. قال فبايعوا، فبايعوا أبا بكر، فدرئت الفتنة بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم طبعا بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام مات يا جماعة، أنتوا عارفين موضوع الردة، حصلت ردة في كل جزيرة العرب ما عدا في ثلاث مدن وقرية واحدة، كل الدنيا ارتدت، فكانت فتنة صعبة جدا. وكل ده يعني واختلفت أشكال الردة، منهم من قال سأمنع الزكاة لأن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة، يبقى خذ أنت، يبقى أبو بكر ما ياخدش، زكاة المال ما تدفعش إلا للنبي، هم أولوها كده. ومنهم من قال لا ده أنا لا صلاة ولا زكاة ولا بتاع، ومنهم من ادعى النبوة. فكانت المسألة صعبة جدا، وبعدين يعني كان حمل كبير جدا على سيدنا أبو بكر. فعمل إيه؟ فقال أجهز الجيوش عشان أقاتل هؤلاء المرتدين، وفي نفس الوقت أطلع جيش سيدنا أسامة لبلاد الشام عشان يحارب الروم. فسيدنا عمر راح إيه يعني قعد يحاول مع سيدنا أبو بكر إنه يمتنع عن محاربة المرتدين. قال يا أبا بكر أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قالها عصم منه دمه وماله إلا بحقي. فقال لها أبو بكر أجل، قال النبي إلا بحقي، والزكاة حق المال، فلا بد أن أقاتل، والله لأقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا يعني أنثى المعز أو في رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فثبت الله عز وجل أبا بكر، فعلم عمر أنه الحق. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ شوف سيدنا عمر عشان كده زي ما قلت لك، سيدنا عمر كان شديد جدا جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد في عهد أبي بكر، لكن لما يبقى هو خليفة، لما يبقى أمير المؤمنين، هيأخذ بالرخصة رحمة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما حب سيدنا أبو بكر برضو يبعت يا جماعة جيش سيدنا أسامة بن زيد، لأن مين اللي أصلا جهز الجيش ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان هيطلع الجيش لولا أن النبي عليه السلام خلاص إيه وفاته المنية فمات صلى الله عليه وسلم، والجيش فضل موجود. يوم سيدنا أبو بكر هيطلع الجيش، طب يا جماعة ده في حرب أهلية، هتبقى في حرب مع المرتدين من ناحية، والأرض الجزيرة بقت المسألة صعبة جدا، وفي نفس الوقت هتبعت الجيش بتاع أسامة وفيه خيرة الناس تبعتها لبلاد الشام. طب يعني كده احنا بنفرق يعني القوة بتاعتنا وبنوزعها، وبالتالي هتبقى القوة ايه يعني. وسبحان الله ويثبت أبو بكر على هذا الفعل، يبعث سيدنا عمر لأبي بكر يقول له يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تخرج جيش أسامة. فسيدنا أبو بكر يقول ثكلتك أمك يا عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجهز هذا الجيش وأنا أصد هذا الجيش عن الخروج؟ والله لا أفعل. فرجع تاني للناس قال لهم كده، قال له طب قل له على الأقل ما تطلعش علينا أسامة بن زيد، ده لسه صغير، طلع علينا واحد من أكابر القوم. فذهب عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق قال فإن كنت تريد ذلك فأمر عليهم واحدا غير أسامة، فإن القوم قد استصغروا سنة. فقال له أبو بكر ثكلتك أمك يا عمر، أتأمرني أن أعزله بعد أن ولاه واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعاد عمر مغضبا فقال له الناس ما فعلت؟ قال ثكلتكم أمهاتكم يعني وأنا أخذها الواحد يعني ثكلتكم أمهاتكم، والله لقد لقيت في سبيل الله عز وجل من خليفة رسول الله ما لقيت بسبب إيه؟ سبب هذا الكلام، رضي الله عنه جميعا وأرضاه. تمر الأيام ويبعثوا طبعا الجيوش، سيدنا أبو بكر يبعث الجيوش لمحاربة المرتدين. كان من ضمن الحروب اللي حصلت كانت حرب جديدة جدا مع مسيلمة الكذاب، ودي كانت إيه؟ في معركة اليمامة، معركة أهل اليمامة. سبحان الله في المعركة دي يا جماعة قتل عدد كبير جدا جدا من القراء، من الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ سيدنا عمر راح راجع لسيدنا أبو بكر قال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع القرآن، فإني أخشى إن استحر القتل في أصحاب النبي من القراء ألا نجد بعد ذلك رجل يحفظ القرآن، يعني المسألة هتبقى صعبة، القرآن كده ممكن ما نلاقيش حد ختم القرآن كله، لما يتقتل هنا 700 وهنا 100 وهنا 300 ممكن يخلصوا كلهم. قال أبو بكر فأخذت أفكر أنا خايف أعمل حاجة ما عملهاش النبي، ما هو النبي ما جمعش القرآن كله كده بالمنظر ده. قال أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر هو خير يا أبا بكر. قال أبو بكر فما زال عمر يراجعني حتى علمت أنه خير، فأتى بزيد بن ثابت وكلمه حتى يجمع القرآن، فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وبدأ فعلا يجمع القرآن يا جماعة، يقول والله
والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، لو كلفوني إيه أن الجبل من هنا لهنا لكان أهون علي من جمع القرآن. يا الله تعب تعب يا جماعة، عشان تعرف بس قد ايه يا جماعة الدين وصلنا على الجاهز، الناس دي تعبت. الإسلام ده يا جماعة وصلنا على أشلائهم وعلى لحومهم وعلى دمائهم وعلى أموالهم، ضحوا بكل حاجة يا جماعة. جيل فريد، جيل فريد بمعنى الكلمة، سبحان الله. تعال نشوف آخر موقف من المواقف الجميلة لسيدنا عمر. أبو بكر حب يولي سيدنا عمر القضاء فأرسله قاضيا لمدة سنة، فقعد هناك وبعد سنة رجع له. هو طبعا مش معينه سنة، هو معينه على طول، بس هو رجع له بعد سنة. فقال له عمر، فقال له أبو بكر: لماذا عدت يا عمر؟ أمن مشقة القضاء؟ يا ترى يعني تعبت من كتر بقى انت قعدت ليل ونهار في المحاكم والحادث؟ قال: لا والله، والله ما تقدم لي واحد بشكوى. يعني قاعد سنة بالبلد كده ما فيش حاجة خالص، ما فيش ولا قضية موجودة، ما فيش ولا قضية. يا نهار أبيض، إزاي يعني ما حصلش؟ قال له: والله أرسلتني إلى قوم قد اتخذ كل واحد منهم أكبر القوم أبا له، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ابنا، فوقر أباه وأحب أخاه ورحم ابنه، ففيما يختصمون. خدت بالك من الكلام الحلو؟ يعني هم كلهم على بعضهم كده ما شاء الله، من حبهم لبعض كل واحد عايش في المكان ده، لو لقى واحد كبير يقول ده زي أبويا، واحد في الوسط ده أخويا، واحد صغير ده زي ابني. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فكان إذا يعني تداين واحد منهم كانوا يسدون دينا، وإذا مرض عادوه، وإذا مات اتبعوا جنازته، وإذا حصل أي شيء كانوا يعني يتعاونون مع بعض، كان ما بينهم محبة عالية جدا. ففيما يختصمون، اللي زي دول مش محتاجين أي قضاء يا جماعة. ولذلك سبحان الله، أنت النهاردة لما عايز تعرف يعني مدى إيمان الناس ومدى رسوخ الإيمان في قلوبهم ومدى حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف القواضي، شوف القواضي والمشاكل اللي بتحصل ما بينهم. وسبحان الله، كل لما الناس بتعود لدين الله، كل ما القواضي والكلام ده بيتلاشى. بعض الدعاء بيقول في القرية عنده جماعة اللي كان عايش فيها، بيقول: كنا لما بنقعد ندي دروس، في الدروس ديت بفضل الله سبحانه وتعالى كان كل الناس بلا استثناء ما حدش يروح يشتكي حد، ولا يزعل مع حد، ولا يعمل محضر لحد. ولما كان بيحصل اي حاجه يا جماعه التسامح ومش عارف ايه وربنا يكرمك ان شاء الله، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، والكلام الجميل ده. خدت بالك؟ فكان ضابط شرطه كان يقول له: عارف يا شيخنا، والله العظيم ما كان بيجي لنا محضر واحد، ما حدش يجي من اي حاجه خالص. ولما كان الدرس يتوقف كان الناس تفضل بعض، لو واحد بس نقطة غسيل نزلت عليه يروح يعمل له محضر. بس شوف سبحان الله، وهكذا كل ما الإيمان بيزداد، كل ما المسألة. ولذلك ربنا لما تكلم عن مسألة الصلح قال إيه؟ وأحضرت الأنفس الشح. دايما لما تيجي تلاقي اتنين بيتصالحوا، لو ما كانش إيمانهم عالي ونفسيتهم ما شاء الله ذكية كده، ما حدش هيتنازل. هتيجي تصالحهم يقول لك: بص حقي كله، والتاني يقول لك حقي كله. لا لا لا، لازم أنا أتنازل شوية وأجي على نفسي شوية، وأنت تيجي على نفسك شوية، وإلا مش هيتم الصلح. واضح يا جماعة؟ فكل ده بيتم من خلال إيه؟ من خلال إن ناس فعلا ما شاء الله إيمانهم عالي. فبيقول له: ففيما يختصمون. مواقف سيدنا عمر يا جماعة مواقف عالية جدا، إحنا لو عدنا نتكلم عنها من هنا للسنة الجاية مش هنخلصها، لكن يعني حسبنا ما ذكرناه. وإحنا نقول بقى إحنا دورنا إيه؟ طب سيدنا عمر شفت كان موقفه عامل إزاي في الهجرة؟ طب شفت موقفه إيه في غزوة بدر؟ طب شفته عمل إيه في أحد؟ طب شفته عمل إيه في حنين؟ في كل المواقف ديت واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يا اول ما يلاقي حد كده فيه يعني دعني يا رسول الله فلاضرب عنق هذا المنافق. امال النهارده لما سب النبي صلى الله عليه وسلم، ها دورك ايه بقى كمسلم؟ دورنا كبير قوي يا جماعه، دورنا يا جماعه سامحوني يعني انا بتكلم يعني بحريه شويه، دورنا مش تحريق اعلام ولا ضرب عربيات ولا عمل اي حاجه، دورنا ان احنا نعرف الكون ده كله مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا اتكلمنا في الدرس اللي قبل اللي فات عن مساله دورنا كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا من ضمن الاشياء التي ننصر بها النبي عليه السلام ان احنا فعلا نرجع لسنه النبي عليه السلام، ونخلي الناس كلها ديت ندعوهم الى شرع الله بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعه يعني احنا يمكن قلنا في الدرس اللي فات، قلنا سبحان الله يعني احنا قلنا من ثلاث دروس او من درسين قلنا ان هيسلم عدد كبير جدا بفضل الله من الدنمارك ومن اوروبا، وبالفعل الدرس اللي قبل اللي فات ده قلنا ايه؟ ان فعلا اسلم عدد كبير بفضل الله سبحانه، ولسه لان النبي هو الاكبر بكده يا جماعه. بس المهم خد بالك بقى، في وسط المحنه ديت انت دورك ايه؟ هتعمل ايه؟ يا ترى ربنا هيستعملك ولا هتكون من اللي واقفين على جنب؟ انت عارف يعني سامحوني مع بعض المثل، ترضى لما تكون لعيب كوره تفضل قاعد على طول في الاحتياطي؟ تزعل. بل بالعكس، ده اللعيب اللي بيبقى في الملعب وال اسمه ايه كوتش ولا اسمه ايه الكابتن ولا المدرب، لما بيطلع بيبقى طالع زعلان ومتضايق، صح ولا لا؟ فما ظنك باللي قاعد احتياطي طول عمره؟ ما ينفعش يا جماعه نفضل طول عمرنا احتياطي، مش هينفع ان احنا نفضل طول عمرنا بنسمع وبس، لا
اتحرك يا أخي، وتحرك مش بعنف ولا بحاجة، لا اتحرك بأدب وبأخلاق زي ما النبي حركنا وزي ما النبي علمنا زي نتحرك صلى الله عليه وسلم. اتحرك بالبسمة وبالكتيب الصغير وبالشريط وبالمعاملة الطيبة، وان احنا نعرف الناس اخلاقنا ايه كمسلمين ونعرفهم اخلاق النبي عليه السلام. لو هم سبوا احنا ما نسبش، لو شتموا ما نشتمش، لو اساءوا الى مقدساتنا احنا ما نعتديش على مقدساتهم. فده يعني هم عياذا بالله سبوا نبينا عليه السلام، هل يجوز لنا ان احنا نسب عيسى عليه السلام؟ لا ابدا. نسمع كلمة عيسى نقول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقولش حاجة أبدا في حق أي نبي من الأنبياء يا جماعة. فهم لو أساءوا إحنا ما نسيئش، إحنا نعرفهم أخلاق المسلمين. وشوف بقى ادرس بقى تاريخ النبي وحياته كلها. المشركين بلاش المشركين، الكفار في العصر الحالي لما حبوا ينتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش فيهم يا جماعة قدر يسجل على النبي حادثة اعتداء واحدة في مكة. إيه رأيك؟ حصل ما حصلش. حتى المشككين في ايه في دين النبي عليه الصلاه والسلام في الاسلام ما قدروش ان هم يجيبوا اي حادثه اعتداء حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش. وكان النبي قدامه في مكه ايه 360 صنم، يعني زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت كان ممكن ياخدوا الصحابه واسلاميه وكسر وخلص، واخد بالك؟ لكن ما عملش كده. ليه؟ عايز اعرفهم الاخلاق. ولما ربنا مكنه منهم في فتح مكه ورجع قوي ومنتصر ويقدر يعمل اللي هو عايزه، عمل ايه يا جماعه؟ هم ما اتكلموش، هم واقفين بالبلدي كده بدون مبالغة منتظرين حبل المشنقة وقاعدين عاملين كده. شوف المنظر. يوم النبي يقطع هذا الصمت ويقول ايه؟ ما تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا فاكرين انا هعمل معكم ايه؟ بعد ما قتلوا اصحابه وشردوهم وفتنوا بعضهم وطردوهم من مكة وطردوا النبي من مكة ودبروا 9 مؤامرات لقتل النبي، بعد كل ده هتعمل فيهم ايه يا رسول الله عليه السلام؟ بالله عليك لو اي حد في الدنيا يعمل ايه غير النبي عليه السلام كان ولع فيهم. ويقولني طبعا في نهي عن التوليع بالنار، بس انا بدي مثل يعني، واخد بالك؟ لكن النبي عمل ايه؟ قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم صلى الله عليه وسلم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. يا الله، مين يا جماعه يعمل كده يا جماعه؟ احنا بنهدي الصور الجميله دي لهؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول لهم هو ده النبي. يا جماعه ده حتى في الحرب، النهارده الحروب كلها لا اخلاقيه. شوف اي حرب، تابع كده في اي حرب في الدنيا. قتل للأطفال، ضرب مستشفيات، ضرب مدارس، ضرب مساكن وأماكن مدنية، اعتقال للشيوخ الكبار والنساء، بهدلة، واخد بالك؟ يعني سبحان الملك يعني ولن ترضى عنك، خلاص هي المسألة كده. لكن شوف النبي لما كان يبعت سرية، الحديث رواه مسلم، شوف يا أخي والله العظيم يعني أنا دي أكبر هدية بقدمها للعالم الغرب كله. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تعكروا صف ماء ولا تقطعوا نخلا. ايه ده؟ ده حرب كلها رحمة. وخد بالك ولما تروحوا كمان اعرضوا عليهم الاسلام، رفضوا الاسلام يبقى الجزية، والجزية دي مش فلوس كده هتحط في جيب، لا دي ضريبة دفاع، يعني بدل ما تخش ما ينفعش واحد مشرك يخش معايا في الجيش، ادفع الجزية وانا لما يجي عدو انا ادافع عنك، وفي نفس الوقت ده عشان اصلاح المرافق العامة في البلد. يعني ما كانتش فلوس يا جماعة بتتاخد كده اتاوة، لا ده عشان هو يبقى قاعد في بيته وانا اللي بدافع عنه. في اكتر من كده؟ سبحان الله. ولو رفضوا الجزية والاسلام يبقى الحرب، ولا تبدأوهم حتى يبدأوكم. في اكتر من كده؟ هو ده النبي عليه السلام. لا ده في مشهد اعظم من ده كله يا جماعة. حديث رواه مسلم، حذيفة بن اليمان وابوه حسيل كانوا الاتنين جايين داخلين على المدينة، فقابلوهم مين؟ الكفار. رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. قالوا لا، انتوا رايحين لمحمد عشان تقاتلوا معاه في يوم بدر، غزوة بدر. قالوا والله ما اردنا الا المدينة. قالوا تعطونا العهد ان انتم ما تقاتلوش مع محمد؟ قالوا خلاص نعطيكم العهد. عدوا هناك ووصلوا لحد النبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله لقد اخذ المشركون علينا العهد الا نقاتل معك. كان ممكن النبي يقول ايه؟ دول مشركين، انت تاخد على خش قاتل. النبي ما قالش كده يا جماعه، قال نوفي لهم بعهدهم او نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. دي هديه للغرب كله عشان يعرفوا ان هو ده النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني الكلام عن سيدنا عمر وعن مواقف سيدنا عمر الحقيقة يعني لا تنتهي أبدا، لكن يعني محتاجين يا جماعة كل واحد مننا بالله عليكم إحنا والمشاهدين لو عايزين ننصر النبي عليه السلام، بالله عليك تتحجبي، وبالله عليك تصلي، واللي مخصم أم أبوه صالحهم، واللي بيسيء لجيرانه يتقي الله، واللي واخد فلوس من الناس يردها، واللي بيعامل ناس بأخلاق مش كويسة يعاملهم بأحسن أخلاق، واللي يقدر يوزع شرايط وكتيباته عشان يعرف الناس مين هو النبي، يا ريت عشان ننصر النبي، عشان لما نقابل النبي على الحوض يبقى فعلا وفينا
بالأمانة التي تركها النبي في أعناقنا، فيسعد النبي بنا عند الحوض. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله. سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما في